بلد الأجمل ما يكون، أنا عيني رايداك يوهاويا. ليه طينك وليه أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاويا. البلد المخاف منك اتنين والناس كلها مساوية. لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بيك، وأنا شايفك من أجمل زاوية. الثلاثة اللغة دي ميزة جميلة جدا جدا زمان. النفس اللغة دي هلا أهملوه عديل كده، النفس اللغة هاي وما بيعملوا لها الوسم ده هلا أهملوه. اتزوجتي سنة كم انت؟ لا لا ما تسألني. اتزوجتي زمن كم دي ما بعرفها. اتزوجتي عن طريق حب كده؟ لا ما كان في حب. غصبا عنك. غصبا عنك؟ ايوه. ما حبيت يعني؟ لا والله. 30 سنة عمر البشير، والله لا جوعنا ولا احتجنا لا لا ولا ولا اي شيء. رخا لا ما فاتنا. أسأل بسمع كلامك ده بقول حق طهرة دي كوزة. والله كان يقول كوزة ولا يقول جاك ما عنده مشكلة. تهانينا للغواة المسلحة. أسأل فرحت اللي رجعت الإذاعة دي. الإذاعة دي مدرستي القريتة وتخرجت منها. طيب درستي كيف والدراسة كانت كيف في الزمن ذاك يعني؟ والله الدراسة فيه يعني، لكن كانوا أبواتنا متعقلين شوية. يقولوا البيت اللي بيدخلوها المدرسة بتطلع قليل تدب. والف والف الف مبروك لهن النجاح والفوز الكبير، الرجع دولة من الخوارج والعفن والعواليق الجو داخلين. وهني السيد البرهان، وهني كباشي، وتهنيتي الحارة لو ابن عمي من بعيد ود عمي ياسر العطا، ياسر الجسور، نمر الخلب عاجل للمحن دراج، ما وقف انفزر ولا برك احتزر، عصر عصر نمن الديس انتصر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مشاهدينا في كل مكان، مشاهدي أجمل زاوية، بالتأكيد أجمل زاوية بودكاست نحاول من خلاله نوثق لعدد من الشخوص السودانيين والعرب والأفارقة، نقدر ندردش معهم. في ناس كثير جدا جدا احنا بنحبهم وبيحبونا شديد، بيحبوا طبايعنا وبيحبوا خصالنا وبيحبوا عاداتنا وتقاليدنا، بنتونس معهم وبنشوف الزوايا الجميلة في حياتهم. أكيد أجمل زاوية في حلقتنا الأولى كانت مع أستاذنا مزمل أبو القاسم، تكلمنا فيها وتونسنا ودردشنا مع أستاذنا مزمل أبو القاسم حول الرياضة والسياسة والثقافة. الليلة مختلفة شوية حلقتنا وجميلة، فيها كمية بتاع الدفء وحنان يعني نحن كلنا محتاجين له. تحية لكل أمهاتنا في كل ربوع الوطن الحبيب وخارج الوطن السودان، كلنا عندنا ذكريات جميلة جدا جدا مرتبطين بها مع أمهاتنا وحبوباتنا في بيوتنا، تاريخ تليد وبرضو ثقافات وأشياء جميلة جدا جدا. وفي فريق كبير طبعا في أشياء كثيرة موجودة في الجيل الحالي اللي هو أنا بنتمي له، أو الجيل التحتي والأجيال القديمة اللي ورثتنا القيم المميزة جدا جدا اللي اشتهرنا بها. الليلة أجمل زاوية حندردش مع أمنا طاهرة. أمي طاهرة أخي مساء الخير عليك. مساء النور يا جناي، تسلم. والله يا جنايدي طبعا أنا يعني جد جد استمتعت بها. كيف أخبارك؟ الحمد لله. أزعجناك الليلة وجيناك كذا بهدلنا البيت و... اللي زعاج من أجلك الراحة. يا سلام، رأيك شنو عليك الله في كاميراتنا وحاجاتنا الجميلة أجينا نشتغل بها دي كلها حلوة زي هالة. يا سلام عليك، والله ما في أحلى منك أنت. شكرا جزيلا. قبل ما نتكلم كده ونعرف حجة طاهرة بشكل كبير، في حاجة أكيد أي زول انتبه لها في الوقت الحالي. نعم. اللي هي الثلاثة شلوخ. الناس عينت لها طوال، عينت للحجة وفي ثلاثة شلوخ. الثلاثة شلوخ دي ميزة جميلة جدا جدا زمان. النفس اللغة دي هلا أهملوه عديل كده، النفس اللغة هاي وما بيعملوا لها الوسم ده هلا أهملوه. ده في زمان كان كده العادات. أيوة. هي عاداتنا كده. وانت بتتذكري وقت الأشياء اللي أخذها؟ جيت له براي وطبطحته
وجيت للشلاخ وتلو شلخني. يعني زمان كان في شلاخ شغلته انه بس اخونا ود عمتنا طوالي اسمه عمر عبد الكبير الله يرحمه توفى. ما كانت سخنه كده وتحسوا بحراره؟ والله يا زولا انت ما شاطر انت جيتي براكي وانبطحتي. هاي ويلا وعينك بالموس مرقب يلا رحت مغمده. عليك الله امك دي احكي لي شويه كان بيضيف لكم شنو كنتوا بتستمتعوا بشنو بين طيب ما تخلينا اول حاجه يا اخي والله لانه دي اول شيء انا لفتتني وقلت لازم اتكلم فيها في البدايه بعد ذاك اشوف حاجه طاهره من وين شنو لانه دي علامه سودانيه وماركه مسجله. اي والله والله لما نشقق كده ده يشيل من هنا ويشيل من هنا ويقطع ويحط في الصحن جنبه. يا سلام مكملين السته. يا سلام ودق له الله يكرمك بدون مؤاخذه البعر حق الغنم ومنعمه اللي بحشيهم بيه موقف الدم. يا سلام طبعاً معي طبعاً. سخنة يا عبد الله زل بقطنا زل بقطع ولحم وما سخنة وبرا بنج ما في بنج. لا حول ما ورثتي لي في البيت للبنات؟ لا لا والله لانه خلاص اندسرت الاستاذه دي والاستاذه اللي بعدها والاستاذه اللي بعدها كل استاذه اندسرت لانه خلاص. لما نشوف امراه سودانيه مشلخه بنتذكر تاريخ عظيم جدا جدا. انا عشان كده لفتتني وحبيت ابدا بها ومركت برا الشيء المعتاد انه اعرف حجه طاهره هي من وين وتفاصيلك في بدايات حياتك كانت كيف ومنطقتكم اسمها شنو. والله بدايه حياتنا يعني حياة متبسطة لكن الحمد لله مقتنعين بها ورديانين بها. يا سلام. يعني كان بلدنا بلد جزيرة فيها 25 قرية وراها بحر وقدامها بحر وكان منزرع المشروع بيقوم بثلاثة نمر قطن قمح عيش. شاعت الظروف القمح وقفوه القطن وقفوه اعتمدوا على العيش خلوا الأجيال القدر الطيب ده عندنا 400 ولد برا الحلة يعني من زراعة منهم في السعودية ومنهم في المرويج ومنهم في الأمارات ومنهم جزع وفاتوا. طبعا العيش ما منه فايدة بس يهو درته هو ما يزول زراعة الحكومة شيل حقها ويدوك حقك ما ماكل ولداتك تاني ما في شغل. حلتكم اسمها شنو هناك؟ جويزة الجعليين. جويزة الجعليين. نعم. جزيرة جزيرة تنجر ريف الدويم. الحال متبسط يعني. يا سلام يعني منطقة في الدويم أساسا هي برا من الدويم اسمها جزيرة تنجر. جزيرة تنجر وراء بحر وقدامها بحر. يا سلام حياة الجزيرة حياة جميلة كده هي جميلة فيها لكن ما فيها دخل بعد الزراعة ما عندها دخل تاني. لا بتصير السمك زول عنده عرفة سايف الشغلة داخل الحلة جلة طوب بنا وهكذا الأولاد زي الطيب ده كده ما حيشتغلوا ما بيشتغلوا خرجوا برا لأنه ما في زراعة ما في حاجة تانية. طيب درستي كيف والدراسة كانت كيف في الزمن ذاك يعني؟ والله الدراسة فيه يعني لكن كانوا أبواتنا متعقدين شوية بيقولوا البيت اللي بيدخلوها المدرسة بتطلع قليل تدب كان إلا فهم يديك ليه والله ده أو جابونا بعد كبرنا وزوجنا جابوا لنا معلمات بتاعت معهد الأمية درسنا عندهم عرفنا البسيط وما عرفنا ما عرفنا والباقي تم لنا على الله ده بس. درست القرآن؟ إن شاء الله. في الخلاوي يجيب لكم محفظين وكده؟ في البيت بس؟ تاني ما درسنا إلا واسف فركان غسيل مكوى وهكذا. يا سلام زمان المرأة يعني ما أعرف الحاجة دي في الوقت الحالي هي موجودة المرأة هي بتعوس والأم هي اللي بتعوس وبتغسل وبتنظف. اختلفت شوية هسه؟ إيه اختلاف توتالي. تقبلت وقعدت تقبله كيف الاختلاف ده عليك الله؟ والله من اختلف من تقبله بصدر الرحب غصبا عنك ما بتعيروا بيه ولا الجيل الحالي ده؟ لا لا ما في كلام زي ده عادي عادي ايوه ربينا بوليداتنا دي العادي لكن ما بتحسي انت ربيتيهم كده بالكسره من الصباح بتعوسي وبتعمل الشاي من الصباح والله اقوم يعني ولع النار طبعا ما كان في بوتجاز فحم بسوي الشاي وحطب بسوي الشاي وفر يفر نمشي يلعب وهكذا وابوه نمشي الخلا
متي بتقومي تلم معدتك في الطشت تشابي موية تمشي تولع الصاج تعوس الكسرة تيجي تخطيها تمشي لقفتك تمشي الشارع تلقط الخضار الدارة تشتري بامية خضرة بامبي بطاطس بصل لحمتك تجيبها تخطيها تولع الصاج تعوس الكسرة تدخليها تغسل العدة في الطشت تمدي في الملاة لحد تاكل في الخالة بيجي والبلعب بيجي ديونا الأكل. ما كانت قاسية كده الحياة دي؟ والله يعني شنو ما زي زمنها ما بتشعري بها قاسية لأنه كل الحي زيك والحلة زيك. مستمتعين بالحاجة دي كنتوا؟ الحمد لله الحمد لله. طيب اتزوجتي سنة كم انت؟ لا ده ما تسعني اتزوجت زمن كم دي ما بعرفها ما بتذكرها. قبل كم سنة طيب؟ يعني قريب 40-45 سنة. اتزوجت عن طريق حب كده ولا؟ لا ما كان في حب؟ غصبا عنك غصبا عنك؟ ما حبيت يعني؟ لا ما والله ياي لا لا الله ضحك الليل من زمان الزواج ما بيستشيروكي ترتبي وبس سمي حسين احمر ازرق بتشيلي بتيخه مقفوله بس نيه نيه نجده نجده بعد ذاك بيجي الحب بيجي كذا بعد العرس ولا بتيجي تعويذة خلاص تعودتي والله يعني كذا كذا ماشي الحال. بعدين في حاجه جميله انت اسمك طاهره والابو الطاهر والابو الطاهر نقوكم لبعض كده قالوا كده ولا القسمة هو من وين؟ هو كاهلي من الكواهلة من حتة اسمها الشاتاوي وردوين أنا في جوز الجعلين لكن أمه كانت من نفس المنطقة من منطقتكم ولما اختلفت مع أبوه جات هلا وخلتهن هناك لما هو كبر جالوا أمه يا سلام وقعدت لي بس لقيت ليك طاهرة دي سمحة ومشلخة وجميلة كده لازم تعرسها والله احتمال كده لا ما انت تكوني عارفة لو كده عارفة نفسك انت جميلة وسمحة بعدين الشلوخ كان عندها هيبة كده للمرأة ماشي ما قدرت تجيبي لي دي طيب بعد ذاك هو طبعا بيكون الحلة تانية بعيدة منكم في تفاصيل احنا هسا العرس بيقى كده مختصر يعني صالات وكده وما في سير او ما في بص السير وفطور العريس وتفاصيل كثيره كده احكي لي التفاصيل بتاعت العرس دي. العرس زمان كان بسيره يعني لا عرسك بالذات ما تخليني من عرس زمان كلها هاي عرس انا ذاتي سير ابوي رحمه الله رجل كريم وراجل اجواد وراجل حس طبح لون التور وسوي الاكل وجات السيره الحله كلها جات سايره معاه يا سلام وعدون وكلون وعدوا زمنهم ورجعوا فاتوا العريس قعد بيجوا فطور العريس وبيجوا شنو عادات لا ما في فطور بيودوا لأمه يجوا هنا الصباح يجوا الصباح نعم وشهر العسل كيف؟ في البيت ما في مطارات وطيارات وماشيين زي عبد الله عندك عمر طهرت من بلدها جنه عشت وقت جميل يعني زمن طويل انت والراحل الله الحمد لله الرحمة والمغفرة نعم اكيد في ذكريات كثيرة حاجات كثيرة كده احكي لنا عليك الله نحن ليلة اعتبرينا ده نسمع بس منك انت الله تكفاك لا ده نسمع اكيد في ذكريات سمحة وفي حاجات كثيرة خاصة في التفاصيل الأولى يوم العريس وكذا وانت شاب وحركية وبتشتغلي وبتمشي الجروف بتمشي كنت متفلهم عليه عليه ليش عشان أنا بالتلمدن أنا بالتلمدن والدريف ساي ليه غادي هي طلب بطلب ويجيبه غصبا عنه كنت بتطلبي بس بالواضح كده يجي ويجي هاي والله عشان اعجزه اي حاجه واي حاجه بيجيبها بابا يعني بيجيب يا سلام توب سميح شيب شيب سميح فستان سميح يجيبه يا سلام وانت تستمتعي وانت تطلبي مستغله جمال ومستغله وقت داك انت بنت المدينه وكده المدينه والصحه الصحه فل جامده صحه فل مضروبان مثل يا سلام ومتفلهم عليهم
الفلهمة دي هي ذاته بكون بعد ذاك ارتبط بيه شديد هو ذاته خلاه من نسيت الفلهمة دي. الله يا زول ما خلتان علي كيفه ما يرضى. الله يرحمه ويغفر له. توفى سنة كم هو؟ توفى قريب ده 3 سنة ولا 4 سنة. كان يعني راجل دول يعني في بنفس التقاليد والعادات. والله راجل كريم وراجل أجواد وراجل ما تفضل علي وشكم. والله ضيف الهجع بنا بتورني بقوم بركسل ولع له النار وبعوص العصيدة وبحلب البقر كان الغنم يعشر الضيف هويد الليل يونا ضيوف الساعة 3 صباحا ونحن في بيارة في الخلا. كانت الدنيا خريف مطر 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 السيل يدخل تحت السراير. كان في السناس برا يا سيد البيت يا سيد البيت ولع بطاريته مرق عليهم مرحب مرحب استريح استريح. قالوا والله ظالين طريق وجعانين وتعبانين والمطر كاتلانه. قالوا نخشوا الغرفة واحدة كان بناتي ديل معاي وعندنا بهايم كثيرة نلحق لنا قريب 100 ولا 150 بهيمة يدخلنهم في جملون مع البابور اللي احنا حارسينه. الحاجة الضيوف ده قالوا جعانين قلت له مرحب ما في شيء ما في. الله العظيم نزلته كانت في جنس عقرب تحت نعالك دي كده ده تمرق من تحت النعال. الله الساعة 3 صباحا أنا ولحت النار بالحطب المدخلين من المطرة وعصت العصيدة وشال الشوال في ظهره ودخل البهائم في البابور حلب اللبن يلقان عصت العصيدة لي. يا سلام لمنا العصيدة ليك لهم في الحلة 3 رجال واحد فيهم قال والله أنا ما بضايق أشوف عليه فرش له شوال في الوطخ رقت فوقه وضايرنا البنايات ديل وديناهم سرير طالب فوقه راجلين والثالث في الوطخ. تنلون العشاء ديك الساعة 3:30 ونتعشوا عصيدة بلبن وصير لون الشاي في نفس محل النار. يعني كانت الذكرى دي كان عنده أدخالته في السعودية هم كانوا مشوا السعودية وذكروا الكلام ده له وزاته توفى رحمه الله الله يرحمه. قالوا له والله نحن يعني السودانيين كريمين والناس البلد كريمين والناس اللي ويس كريمين ومشينا وجينا ساعة مطر وين حكوا له القصة كلها. قالوا له الله يا أخوي وأدخالتي وأخت أمي. قالوا ذاتي بيشبه كده ده. يا سلام يا سلام يعني دي دايما هي كانت شهامة الرجال في الوقت ذاك. ما تغيرت طبعيهم ما تغيرت أي شيء حتى ندي حقه يعني بعد الدلع عليه وندي حقه. دلعت عليه شديد دي حقه. طيب والله طيب بعد ذاك يعني انت مرقتي برا المنطقه اللي انت ساكنه فيها قعدتي فتره كده في حته دي ما مرقن بس من عدي فتره الصيف البابور واقف ولا البحر ما يجي البابور يدور بيرجعنا انا الحله وبكون مع العمال. يا سلام. ورغم انه يعني ممكن هسه في الوقت الحالي ده ما في مرة بيت بتقبل ما بتقبل بالشيء اللي انتو كنتوا بتعملوا فيه زمان. لا والله ما بيقبل. السبب شنو؟ ما خلاص بقيت مجبورة عليه ما في مفر. لا عدم القبول هسه يعني في الناس الجيل الحسة ده ايه؟ لا الوضيع من برا. ها؟ ايه الوضيع من برا كيف كده؟ اللي يعني بتلاقوا في الحدائق في الحفل في المدارس وبيتبادل الحب بيناتهم وحاجات زي دي كده لكن زمان ما في كلام زي ده. بس نادر تلقى واحدة تزوجت من قصة حب. لا الله ربك يعلم ما شاء ما سمعتي بها دي؟ لا والله بس خطبوك عند امك وابوك واخوانك يدوك انا ما عندك كلمة. تم العرس وبترضي بالجاتك بعد خلص وما كان في طلاقات ما كان فيش نازل. لا والله مما تزوجنا انا من الدنيا شالته ما يطلع. لا ما في الزمن ذاك يعني في الجيل اللي حولكم وكذا وانت سمعتوا يعني في اختلافات بتحصل لكن بسيطه ما زي الوقت الحالي. لا ما وقت الحالي. طيب في تفاصيل وفي عادات كثيره جدا جدا تختلف طبعا يومي من منطقه لمنطقه لكن في النهايه نحن يعني كشعب سوداني عندنا حاجات كثيره مشتركه بيناتنا. ابرز الحاجات اللي ممكن تكون زمان انتم كنتوا بتستمتعوا بها من عادات وتقاليد وفي مواسم في ايام حصاد في ايام زراعه في ايام اعياد اكيد برضو دي عندها تفاصيل مختلفه تماما من الوقت الحالي. غايت انا بتذكر
مين ما اتزوجت الى ما تفرقنا ما خلاني مشيت الخلا، لا فزحت لوجود، لا لقطت قطن، لا مشيت خلا نهاية. وده اللي عتب؟ أي والله نهاية، والله ما مشيت، فريت لي خلا. عكس العكس العكس أغرانك يعني. أنت شان كده كنت هنا متبجهة على اليوم كده. طيب أنا سألتك في العادات والتقاليد اللي كانت زمان كنتوا بتستمتعوا بها في أيام معينة زي أيام رمضان وأيام الأعياد، في حاجات اختلفت كتير خاصة في المناطق الخلاف يعني برا العاصمة، ممكن تكون فيها حاجات كتيرة ما كانت كنتوا بتمارسوه والناس ما بتمارسها في العاصمة، خاصة في الأيام المجي يعني أيام الأعياد أيام الاحتفالات وكده. والله يعني كل ناس بطريقة وكل ناس بمعارف، وفي ناس عنده أهل في المدينة بيمشي لهم، وفي ناس عندهم أهل في الغرب بيمشي لهم، لكن نحن ما اتجولنا ما مشينا أي فجة، وأهل ديل يعني اللي كنت حصل لهم فاتحة ولا حاجة يمشي لهم وبيجي بمشي براهم ما غير عننا حاجة. طيب التفاصيل بتاعت الأعياد، الأعياد دي ما عادية يعني، العيد بي بتصبح الوطن الناس بتعيد من بدري يعني، هتجهز فرشك وملاياتك وتسوي الخبيز، والصباح بتسوي الشاي وتسوي اللقيمات، والخبيز ده بتخلي لي البيجي مدخر، وهكذا تخبز وراكم في البيت وبتعمل يعني زي الايام دي. خلاص انتهيت من الحلمور، واصل الحلمور الحلمور ذاتها كانت قصه كبيره جدا جدا في البيوت ما زي في الوقت الحالي يعني، كان فيها قصص كده، ونحن قاعدين في ايام جميله ايام رمضان ما زي نفس الحال، بتعوسوا في البيت بعوسوا بيشتري من السوق، بتجيب عواسات وبتجيب شنو، لا 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 بس زي ثلاثة أربعة بتبقى سوا الليل، عوسة دي بكرة، عوسة دي بعد عوسة دي لحد ما يخلصها. يا سلام والله ده كلام جميل. ونحن طبعا في 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 عاداتنا وتقاليدنا السودانية التكاتف الاجتماعي، ناس متكاتفة شديد، في القعدة بتلقى خمسة ستة مع بعض، في الجبنة في البيت بتلقي، أكيد عندك ذكريات برضو مواقف كثيرة مع الحاجات دي. والله يعني احنا كلنا اسره واحده، ابواتي ثلاثه، الثلاثه متجورين، ده بيت ده بيت ده بيت، كلنا بناته واولاده كلنا في جه واحده، ما تفرقنا الا بعد كبرنا، ولا اتزوج اتزوج بعيد، والرحل رحل، والمات مات. طيب خلينا نتكلم كده بشكل عام، خلينا من بشكل عام كده، في اشياء كثيره انت ممكن تكون عايشتيها في حياتك وهسه ما موجودة هنا حاليا، مش موجودة في الدوحة يعني، ما موجودة في حياة البنات السودانيات وكده، في عادات وتقاليد، في أشياء كثيرة، شنو ممكن يكون انت فاقداه في الجيل الحالي الموجود ده؟ أول حاجة كان زمان البيت يعني لما يخطبوها ويعقدوا لها تاني العريس ما بشوفها نهاية، حتى كان جبع سبع شهور ولا كان سنة ولا شهر ما يشوف إلا يوم المساير، وبكرة يطبح الحلالة حقته حتى يشوفها في بيتها. لكن الحين بتمشي معه الشيلة، بتمشي معه السيرة، بتمشي معه تشتري معه الشيلة بتاعته قبل ما يتم رباط بيناتهم ولا أي شيء. دي ما حاجات يعني في الوقت الحالي بيها بقت يعني، أنت برضو بناتك بيكونوا مشوا شاول الشيلة وعملوا كده صح؟ والله يا عم عندك ام دعادي ما اخذ شيلتها، وعندك اخوتها الكبيره ابتسام ما شال شيلتها، ما عندي بنت اخذ شيلتها هاي. لكن بقت عرفي كده السعاده، والناس بقت خلاص اتسامحت مع المساله دي. بقت ولما زوجت الولد ده في الجبل برضه زوجته ما شال شيلتها، حتى اشتريناها من الديوم وديناها لها. محافظه على الحاجات دي انت ان شاء الله، الله ربنا يديك الصحة والعافية، محافظة على العادات دي حاجة مهمة جدا جدا تكون تحافظ عليها. طيب نيجي نتكلم برضو بالعام كده، السودان في وقت من الأوقات كان يعني ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله ينعم على وطن السودان بالأمن والأمان، وإنه انتصر قواتنا الشعب المسلحة في 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 حربها ضد المرتزقة وضد المؤجرين بمشيئة المولى عز وجل. السودان مر بمراحل كثيرة، حكومات كثيره جدا جدا، وانت حضرتي مثلا حضرتي ممكن تكوني نميري، حضرتي قبل البشير عمر البشير، قبلهم حضرتي واحد؟ لا لا
نميري عمر البشير. اكيد في خلاف كبير، اختلاف كبير في الحكم، واختلاف كبير في وضع السودان، اختلاف كثير جدا جدا. اختلاف وين؟ اختلاف بين نميري وعمر البشير ما في اختلاف. قبل نميري عمر ده 30 سنة، لا وقفنا في رغيف، لا وقفنا في بنزيم، لا جوعنا، لا شوال العيش. لما نوصل 5000 فالبلد كله جضة، قال كيف شوال العيش بقى 5000؟ اليوم 35000 شوال العيش في بلدنا. 30 سنة عمر البشير الله لا جوعنا ولا احتجنا لا لا ولا ولا اي شيء، رخى لا منفعتنا. هسه بسمع كلامك ده بقول حق طهرة دي كوزة، والله كان يقول كوزة ولا يقول جاك ما عندي مشكلة. والله يقولوا كوزة، لكن الحين يعني تهانينا للغوات المسلحة. الله يكرمك، والف الف الف مبروك لهن النجاح والفوز الكبير، الرجع دولة من الخوارج والعفن والعواليق الجو داخلين. وهني السيد البرهان، وهني كباشي، وتهنيتي الحارة لو ابن عمي من بعيد ود عمي ياسر العطا، ياسر الجسور، نمر الخلب عاجل للمحن دراج، ما وقف انفزر ولا برك احتزر، عصر عصر نمن الديس انتصر. يا سلام، هاني لي يا سلام. الحرب دي مشكلة كبيرة جدا جدا والله، لما تكون يعني نزل استباحوا البلد بطريقة ما مقرفة. تجي الناس حات هنا قاعدات في بيتنا جاد من الدرمان لين 7-8 شهور، بيت نسرق وعفش نسرق وبيوتنا تكسر، قاعدات نازحات. هاي مشكلة. بس انت ذاتك يعني برضو مركتي من السودان، لو ما شريت قومت ورقة من السودان نازح. برضو نازحة. أنا برضو ذاتي نازحة، جابت من مبروكة دي، جابت من الحرب. قالت يمكن أخش الديوان، ومي لا قادرة تجري ولا قادرة تمرق، جابتني خسرت ما خسرت جابتني عندها. يا سلام. عموما المسألة دي ما حميدة يعني، المرتزقة دي اشتغلوا في السودان شغل شين خلاص. خلينا للواحد الأحد، خلينا والله الله ينتقم منهم، يموت زي موت الكدايس ياكلن من الكلاب. جابتنا نحن ما كان أبونا رحيم والله راجل كريم وراجل أجواد بالنسبة لكرم وجود، وقلت لك في البيارة نفسي جينا به ندى، إما خلينا البيارة وسكننا في بيتنا ده، عندنا حوش كبير وباب كبير وغاز فوق وقرون حقات التيران. يعني والله بدون افتخار وذكر للماضي، يعني منلحق 7-8 تنفار بيجونا الليلة بيجونا بكرة بيجي بعد بكرة. يا سلام. إذا عندي بنت عمي قريب تكريرة قال لي عليك النبي حاجة طهرة نزل قرون البقرة دل من حوشكم. تلا ليه؟ قلت لي جايبات لكم الناس دي لهم. طلع أنا افتخر بجايتهم، ماله فيهم شنو؟ قلت لي دالي فوتوا دالي انزلوا عبوكم زاد وكملوا موجود. قلت لا بقى من الله الحمد لله، اللبن والعيش ما في كلفة، حص عصيد أنا حليب اللبن يتعشوا ينوموا وصبح يقوموا بالسهلة. اي والله بالسهلة. القرون دي كان عندها عاملينها للوصف البيت ولا عندها دلالة معينة؟ بس عامله كده ده عشان حوش يكون ظاهر. والحوش كان كبير كبير الله الحمد لله. يا سلام. لسه كبير للحين موجود، لسه الحين موجود، ولسه بيبابه، ولسه اخواته ديل الجم من الحرب ديل ودبي اولاده وهن كله شايل وموفر. ده كان حق والدكم ربنا يرحمه؟ ده حق ابونا ده. من 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 انتوا قمتوا لقيتوا الوضع كده في البيت؟ الحمد لله. برضه كان عمله زراعه وكده الحاج. بزرع هاي لكن ما عنده أرض حقته ملكه، بزرع ساي حواشات الناس، مسك حواشة بالنص وزرع وبعدين هو شيء نصيبه صاحب الأرض شيء نصيبه. الحمد لله. طيب يا أمي نمرق من الحتة دي شوية برضو، نمشي نشوف قبل أنا سألتك قلت لك في حاجات تتمنية ممكن كانت تكون الأجيال تصطحبها معاه، يعني تكون متوارثة ما تندثر، يعني شنو اللي انت فقدتيه في الجيل الحالي ده؟ الله يعني الجيل ده ما انت معاوين اي مشكلة. ما عندي حاجة فارقة مني. ولا بقدر احكم على بيت ناس ولا بقدر احكم على ود ناس. كان بنياتي دار ولا لا تدار، اللي اتزوج اتزوج والحمد لله، مقتصرين على عيشتنا وليدات وفي كلام زي ده. لكن انت ما بتقدر تحكم ليك على زول تقول لي مشي بناتك ولا أولادك بالطريق ده، يزول بمشي جناه بطريقته بالعدل.
حتى في عاداتنا في حاجات اختلفت؟ والله احتمال كثير، في حاجات تختلف كثير. زي شنو كده ممكن لو قلت لك؟ زي شنو كده يعني؟ يعني مثلا تشوف واحدة دفعوا فيها مهر 500 600، ومثلا البنت الثانية خطبوها قد فيها 200 ولا 300، وما بتقوم تسوي الجوطة والعوة وتقول الشيلة شوية وا وا وا. أن إحنا منهديهم والله، يعني السعادة أفضل من المال وأفضل من الشيلة وأفضل من أي شيء. العريس ما مادي؟ أي ما مادي، كمان ربنا يزعلها وتعيش في بيتها حرة تاني. اختلافين زمان ما تتكلموا في الحاجة دي نهاية أنت طبعا؟ لا أنا معرسني ب25 جنيه. دي كم؟ 25 جنيه زمن الجنيه الزمان ديك، الجنيه الخضراء. 25 جنيه كانت كثيرة؟ 30 جنيه ما تمام. كانت كثيرة ولا؟ ما كثيرة، لكن يعني مشي الحال فيها. يجيبوا لك فيها سرير حق دبل، سرير صغير تام، يجيبوا لك مرتبة ومعها بيرش، ويجيبوا له مصلاية فانوس، فانبة صغيرة كده بتولع. يعني باقي عفش تخطوة طريقتكم. غرفة النوم والحاجات والزنا. ما في غرفة نوم، بس برزولك بيت كده ده حشرك فوق وخلاص. الله يسلم، يعني هتعبانين موقفنا ذات الموضوع ده. دارين غرفة نوم ودارين فنان ودارين صالة ودارين شنو، دي طلبات كثيرة هسه. موضوعكم ضايع والله. موضوعكم ده تعبان شوية. صعب والله. صعب. طيب. جرب أنا يرخيها عليكم ما معروف. مع السودان حتتبني من جديد، تبقى السودان ماهر وسودان غني وسودان. إن شاء الله إن شاء الله والله يسمع من خشمك. ينحط قدام أكتر وأكتر. طيب زمان كان في فنانين كتار وغنى وحفلات وكذا، كنتوا قاعد تحضروا العراس والحفلات وال... كان فنان واحد يعني، مثلا عندنا حتة اسمها مجر، حتة اسمها مبروكة، فيها أولاد فنانين يعني اللي عنده استطاع ما بدون قروش كتار، كلها 50 60 يجيبوا يعدي لك الحفلة. في العامة كده كنت بتسمع لي منه؟ في العامة كده في السودان كنت بتسمع لي منه؟ منو اللي بيطربك من الفنانين؟ ما كنت الفنانين بتسمع؟ يعني اللي كانوا في الإذاعة وكده. أيوة أيوة أيوة، كنت بستمع لعثمان حسين ولصلاح من البادية. يا سلام، أجمل أغنية عليك لعثمان حسين كنت كانت كده بتستمتع بها، كانت شنو؟ الله ما كفاك يا عبد. عليك الله. أجمل أغنية كده عليك الله كنت بتستمتع بها، له حبك قصتنا شنو؟ عثمان حسين عنده أغنيات سمحة. أنت عارف من بدها. لا ما في في حاجه كده انت انت بتكوني يعني بتلقي نفسك فيها. ايوه بس انا فرحت لي رجعت الاذاعه دي. الاذاعه دي مدرستي اللي قريتها وتخرجت منها. يا سلام، يعني استمتعت بالرادي، حفظت منه حاجات كثيره. واستمتعت بالتلفزيون ده، تعلمت منه حاجات كثيره. دي الاذاعه دي لما رجعت انا زي رجعت لي روح جديده. يا سلام يا سلام. طيب برضو حاجيك الغنية اللي بتسمعي لها وكذا بتستمتع بها شنو؟ الليلة والله الليلة الليلة توريني لها وتوريني قصتك معها شنو؟ زي ما قال ودلمين الله يرحمه اغفر له، وقال بتتعلم من الايام. دي قاعد تسمع لودلمين وتتعلم من الايام. طيب لو عثمان حسين، عثمان حسين مالك شردت منه كذا؟ اه بتكون بغني عشرتنا ومحبتنا. يا سلام، عشرة الأيام دي 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 لحاج الطاهر. دي لحاج الطاهر مش كده؟ عشرة الأيام كده يقولوا لي لأنه ولا ما قدرت أغني لنا فتحي. أبيت لا بتسمعي يعني بتستمتع كده كده الله الليلة احنا في رمضان كده حنستك كده وحلفتك تقولي علي كلام. ها كلام طيب قولي علي. ما بتذكر نسيته. طيب تاني منو من الفنانين؟ تاني صلاح الدين. هم كثيرين يعني
بسمع المشغل الرادع هذا وبخش المطبخ. انت عارف عشرة الايام دي يعني كتار من الناس انهم ارتباط بها بيحبوها. صح. عندها ذكريات كثيرة. ما كفاك يا عبد الله؟ والله يا اخي انت شايفها فكفانا؟ والله كفانا، لكن الونسة معك سمحة والجبنة سمحة، ونحن في امسيات رمضان الجميلة دي وانت منورانا في الدوحة. مستمتعين جدا جدا بوجودك رغم الظروف الصعبة اللي انت جيتوا منها من السودان، لكن برضو الونسة معك سمحة، وخلينا عشرة الأيام وخلينا الأغنيات دي قدرت تنهي اللغة معك دي خليتها، ما حاسألك منها نهائيا. خليتها. طيب والله أنا بتمنى لك الصحة والعافية. شكرا جزيلا لك وجزاكم الله خير، ومشكورين على تعبكم وحفلة من تعبكم تلتلتكم وجبتكم، وأنا مبسوطة بجايتكم والله، وشكرا ألف 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 شكرا لكم. شكرا لك كثير. جزيكم الله خير. الله يكرمك. ربنا يكرمكم وربنا يسعدك يديك بالحلال تسعدك. تاني عليك الله عيدي عليك. عيدي تاني. يديك بنت الحلال تسعدك وتنسيك الغربة وتنسيك المآسي وقعادك مع حاجة طاهرة دي. والله قعد معك جميل جدا جدا، وذكرنا بحياة وتفاصيل كثيرة في البلد وبأمهاتنا وبحبوباتنا اللي نحن استمتعنا جدا جدا في وجودهم في حياتنا، فاقدر انهم جد في أيام جميلة وخايفين عليهم شديد من الوضع في السودان. ربنا سبحانه وتعالى إن شاء الله يحميهم ويحفظهم. ربنا يحفظهم ويغطي عليهم ويجيب العواقب سليمة للسعدي، ومشكور هذا الابن ده جزاه الله خير، ومشكور هذا المخرج الطيب اللطيف جزاه الله خير بتعبه ده ويعفى لي من تعبه الناد عبته. ربنا يديك الصحة والعافية. شكرا جزيلا. بالتأكيد المشاهد الكريم في كل مكان، مشاهد بودكاست أجمل زاوية دي مساحة كده يعني أنا تشبعتني بحاجات كثيرة جدا جدا كنت محتاج لها، كنت محتاج تونس مع أمي ومحتاج تونس مع حبوبتي، لقيت الحاجات دي كلها في الحلقة بتاعت الليلة مع حاجة طاهرة بكرمها وبطيبتها وبكلام الطيب والجميل. نتمنى أنه الناس تستمتع بهذه الحلقة، وربنا يحفظ أمهاتنا وحبوباتنا في كل مكان. أكيد حنلتقي في حلقة تانية من بودكاست أجمل زاوية. تقبلوا خالص التحايا الحبيب دوما فتحي بربري منتج ومخرج هذه المساحة التي نلتقيكم فيها. في أمان الله. سويت علاني لغناي يا مستحق الغنى، أوه يا أمنياتي وهواي ما لا سواك المنى، أوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا، بلدي بحبك شديد بلدي.